جريدة أشواق الإلكترونية تنقل لكم فعاليات معرض الفرس بالجديدة في دورته التاسعة. تأسست هذه تقريبا 5 سنوات، جمعية كتهتم بكل ما هو تراثي، وهذه 3 سنوات خدمنا على واحد البحث ميداني خاص بالطرق ديال التبوريضة. كيف ما نعرفوا ان كاينين عندنا 4 المدارس ديال التبوريضة اللي هي الناصرية، الشرقاوية، الخياطية والحيانية. من خلال هذا البحث الميداني استطعنا نتوصلوا لان 2 ديال الطرق كيتقسموا لـ3، منهم الناصرية اللي كتقسم لـ3 طرق، من بينها الطريقة الناصرية العبدية الدكالية، الناصرية الحوزية الرحمانية، وكذلك الناصرية الصحراوية. بالنسبة للمدرسة الشرقاوية كذلك تنقسم لـ3 ديال الطرق، الأولى هي الطريقة الورديغية العميرية نسبة للورديغة بن عمير، الطريقة الشرقاوية التادلوية الملالية، وكذلك الطريقة الشرقاوية الزيانية اللي هي طريقة كتميز باللباس ديالها وطريقة اللعب ديال الخيول ديالها. الحدود الجغرافية ديالها تقريبا ما بين أزيلال حتى الخنيفرة. بالنسبة للخياطية اللي كتبقى طريقة موحدة ما كتحتاج للتقسيم، الحدود الجغرافية تقريبا ديال الضربة ديال الكبرى، الرباط، سالة، المرزعير، إلى الحدود ديال الخميسات، قنيطرة. تبقى الطريقة الرابعة هي الطريقة الحيانية من ناحية ديال المكناس وكذلك مناطق الشرق، مع ذكر واحد الاختلاف بسيط في المناطق ديال الشرق، هذيك الطريقة ما كيسميوها وكيكنيوها بالطريقة الكتافية. الهدف ديال الجمعية ديالنا كيف ما كتشوفوا مسطرة هنايا، يعني نشجعوا الشباب اللي صعد يلعب التبوريضة بالطقوس التقليدية نتاعها، يعني نرجعوا نشوفوا داكشي نتاع الجدود باللباس التقليدي الاصلي نتاع كل منطقه وبالحركه نتاع كل منطقه واللي هي مفصلينها هنايا، يعني وتشجع تربيه الخيل البربريه اللي ولات عندنا مستفيدين وعندنا متطوعين. عندنا متطوعين في واحد التنسيقيه كنا درناها لتشجيع الفارس، كانت بدات من الموائة حتى الموسيس، كان الهدف نتاعها توعيه الفرسان يعني بالمخاطر نتاع التبوريضة، يعني يردوا البال ويحاولوا يقلبوا السرج ويقلبوا المكحله باش نتفادوا دوك الحوادث اللي كنشوفوا دابا في التبوريضة. واتت الاكل نتاعها الحمد لله، يعني لمسنا بان كاين تراجع في لي زاكسيدون. كل جهه تحاول، كل شاب يعني من جهه يحاول يتشبت بالاصول، ما يقلدوش واحد الصربات العات وشافوها من جهه اخرى، لا، فرض الجهه نتاعك، فرضها وبينها بالزين نتاعها التقليدي وبالتبوريضة نتاعها التقليديه.